من المسلسلات اللي الناس بتتابعها من البدايه مسلسل صيد العقارب للنجمه غاده عبد الرازق. والحقيقه شفنا كده في اول المسلسل اول المشاهد ليه وهي بتصطاد احد العقارب وسعيده جدا بده. ونجمه غاده عبد الرازق الحقيقه يعني دايما بتورينا حاجات مختلفه في المسلسلات، فموضوع صيد العقارب ده موضوع مختلف والناس اكيد هتتابع وتعرف اللي بيحصل. لكن الحقيقه حلقه امبارح برضو كان فيها مشاهد مؤثره جدا على الناس، ويمكن النجم محمد علي رزق اللي بيلعب دور مصطفى درغام في مسلسل صيد العقارب اثر على الناس بشكل كبير جدا في امبارح وحلقه امبارح وبكائه على موت اخوه. ويمكن دي كانت من المشاهد اللي خلت الناس تتاثر بشكل كبير. هو بكى وكان بيقول ايات من القران الكريم، واعتقد انه بكى ناس كتير من اللي كانوا بيتفرجوا على المسلسل وتعاطفوا معاه بشكل كبير. هو بيقدم شخصيه من ذوي الهمم، الحقيقه ان هو يعني من البدايه كان بيقدمها بشكل جيد جدا منذ الظهور الاول ليه في الحلقه الاولى من العمل. هو دلوقتي معانا على التليفون استاذ محمد علي رزق، اهلا بحضرتك ومبروك المشاركه في صيد العقارب ورمضان كريم. الله اكرم، والله يبارك فيك يا هدير، وشكرا على الكلام الحلو الكتير اللي انت قلتيه في حق المسلسل وفي حق يعني ده كلام كبير، والله الف شكر، والله ده شكرا. نجاحكم، ويمكن الناس بتتابع ده على السوشيال ميديا وبتكتب عنه، ومشهد امبارح على وجه التحديد ناس كتير جدا اتاثرت ببكائك في المشهد واثرت في الناس بشكل كبير. تابعت ازاي ده على مواقع التواصل الاجتماعي مع الناس؟ والله تابعته بفرحه كبيره جدا وبشكر كتير لربنا سبحانه وتعالى، لان مفيش احلى في الدنيا من انك تعملي مجهود وربنا سبحانه وتعالى يقول لك نتيجه مجهودك اهو، فما فيش احلى من كده في الدنيا. ففضل ونعمه من ربنا والحمد لله على ردود الافعال اللي انا نفسي مش مصدقها لغايه دلوقتي، والله من كترها يعني انا ما مخضوض اكتر مني فرحان مع تصاعد الحمد الاحداث لله. كمان والحلقات. اعتقد الموضوع يعني كل مدى بيبقى فيه تفاعل اكبر كمان من المشاهدين. تمثيلك الحمد لله، انا كل اقدر اقوله بس قبل ما نبدا باي سؤال، ان المسلسل بدا امبارح، يعني اول ثلاث حلقات هو كان الموضوع بنفرش للشخصيات، بنعرف للناس ان ايه الشخصيات وايه العائلات، لكن قوه الحدث الدرامي في المسلسل امبارح. الخناقه ابتدت خلاص بين العائلات امبارح، زي ما بيقولوا كده العركه ابتدت كده يعني. فيعتبر المسلسل بدا امبارح، فاتمنى يا رب ان التفاعل يزيد مع الاحداث واحده واحده ان شاء الله.